وأول تلك الأسباب وأظهر معالم ذلك الطريق معرفة الله الذي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، هو المعبود المألوه سبحانه. ومن عرفه بأسمائه وصفاته أثمر ذلك إتقاناً في عبادته وأثراً عظيماً لعبادته، حتى يصل إلى درجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. من عرف وأيقن أن الله قريب في علوه وعلي في قربه، يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم أحواله ويطلع على ظاهره وباطنه، لا يخفى منه عليه خافية ولا يستره عنه ساتر، فإن تلك المعرفة تثمر رغبة ورهبة وشوقا وحياء من الله، فيؤدي العبادة كما يحب الله ويستحي أن ينصرف عنها وهو فيها. وإذا صلى مثلا علم أنه سيكون في حال هو أقرب ما يكون فيها إلى ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم في الصحيح. وإذا جاء الليل وما أدراك ما الليل، إنه لذة المتعبدين، إنه جنة الموقنين المتقين. إذا جاء الليل علم أنه الزمن الذي يكون الله فيه أقرب لعباده فيغتنمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني.